مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. رحب بمشاهدينا أيضا على البريسكوب على حساب البرنامج في تويتر، وأيضا نرحب بمشاهدينا على قناة SBC في اليوتيوب، بث مباشر على أربع جهات ولا أربع خطوط، هذه أرض مو بث تلفزيوني. عموما رحب فيكم ورحب بضيوف حلقتنا اليوم، معي كابتن سلطان الأحياني، وحشني البارح مو موجود معانا، ها ما معنى الا خالد القحطاني، وانا وانا خالد القحطاني، بالعكس خالد يكفي يا شيخ، انا خالد وزود الله يسعدك، نورنا يا ابو احمد الله يفقده. ماشي ماشي، بترحب ايضا كابتن محمد فوده خبير المستشار التحكيمي للبرنامج، حياك الله ابو فهد. يا هلا يا بدر، الاستوديو اليوم منور بالكابتن خالد. اي لا لا، مع الثوب الاسود بعد، هو الوحيد اللي مشتي، جاي انا بشتاه. اي جاينا بشتاه، ارفع المكيف يا ولد. نرحب ايضا من العاصمه المصريه القاهره كابتن سمير عثمان، حياك الله كابتن. وين سمير عثمان؟ داخل جو الحاله. ابو محمود، همزه كرافته حمراء، اي كرافته حمراء، شكل النت بعد عنده مساء الورد يعني. ها كابتن سمير انت معانا ولا مع الاسف؟ طيب لغايه ما يجهز كابتن سمير عثمان. رحب ايضا محمد الشيخ، حياك الله ابو عبد الله. هلا ابو بدر، رحب فيك بالزملاء. يا اخي يعجبك فيه، يعطيك ايش؟ كاش على طول، سطرين ها؟ يعني هذا لو تسوي معاه مقابله ضعت، ها؟ يعني لازم تحضر له 452 سؤال. طيب اليوم طبعا نذكر بس انه بكره في مباراه الباطن مع العين، تم تاجيلها الان، صدر قرار من لجنه المسابقات بتاجيل المباراه، اجلوها 24 ساعه بسبب ازمه طيران طارئه. العين كان المفروض انه يطلع من الباحه لحفر الباطن، والغيت الرحله لظروف خاصه، بعدين حاولوا يجيبون طياره خاصه من ابو ظبي تاخذهم من الباحه لحفر الباطن مباشره، فالغيت الرحله، بعدين طلبوا طياره من خطوط السعوديه الظاهر او واحده من الشركات في المملكه، برضو ما حصل، فالفريق تورط مو قادر يسافر اليوم يطلع حفر الباطن. فصارت اتصالات بين نادي العين ورابط الدوري المحترفين، لجنه المسابقات، الاستاذ احمد الراشد، وطلبوا ان يعني يشوفوا لنا حل، اجلوا لنا المباراه. نادي الباطن قال لا، النظام نظام، تقام في موعدها وطبق النظام، يعني تصير انسحاب. فاعتبروها لجنه المسابقات قالوا ان هذه تعتبر ظروف قاهره، فيعني وجابوا ما يثبت يعني اوراق للعمليه هذه، فتقرر انه المباراه تؤجل من بكره الاثنين الى بعد بكره الثلاثاء، يعني راح تكون هي المباراه الوحيده المقامه في ختام هذه الجوله، ختام الجوله 15 اللي هي ختام الدور الاول لدوري الأمير محمد بن سلمان. هذا الخبر بس حبينا نبلغكم فيه في البداية. واليوم طبعا نتائج مباريات اليوم يوم الدقيقة 90. الدقيقة 90 هذه سرها باتع، في مباراة الاتحاد مع النصر، في مباراة الرائد مع الفتح، في مباراة الاتفاق مع الأهلي، كله 90. هذا يوريك أن الدوري هذا اربط الأحزمة لغاية ما تشوف الحكم يصفر، صفرت النهاية يا دوب تضمن. شفت الأقوال الآن لما تجي وتفرح ما تفرح، تنتظر لا يكون الفار، تعرف يعني نكد علينا الفار كثير في الجولات الماضية، تفرح مع هدف حلو تلاقي الأخ يجي يقول لك من أول ما تشوف الحكم يسوي هذه يضيق صدرك. فالدقيقة 90 اليوم كانت هي الدقيقة المؤثرة في المباريات. نقول ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي اليوم، فوزه المهم اللي صار على الاتفاق. الأهلي ما يمزح، يعني شوف بدأ تصاعد الفريق وثباته، المهم الثبات. الأهلي يكفي جمهور الأهلي ومحبي الأهلي إحباطات، كل ما تحمسوا مع الفريق، لكن هالمرة لا، ما شاء الله تبارك الله الأهلي متصاعد والله، وشكله رايح للهلال يقول له أنا جايك، يعني منتظر بس، عارف اللي منتظر عليك. الأهلي صاير زي المدافع أو زي المهاجم اللي منتظر المدافع يرمش بس عشان يجيب الجول، فبالتالي الاهلي قاعد، الهلال قاعده مستنيك على قولتهم تعطس تعطس بس عشان ياخذ الصداره، وهذا كله يعزز من قوه الدوري السعودي. كل التهنئه طبعا للنادي الاهلي، جمهوره، ادارته، لاعبينه، ورئيس مجلس ادارته المكافح عبد الله مؤمنا، اللي والله يعني الرجل استطاع ان يتجاوز
هالعاصفة اللي في النادي الأهلي، وإن شاء الله نتمنى للأهلي يكون مباريات الجاية تكون أفضل وأفضل. على الجانب الآخر نادي الرائد 9 مباريات في الدوري ما تفوز، يعني تخيل فهد المطوع ما سمع ألف مبروك في 9 مباريات، يعني اليوم تجي تقول له مبروك ما في أست 9، ما في في الرياضيات ما فيها، ما في هذه يعني والله لازم نخترعها لك يا أبو بندر. والجمهور الرائد أنتم 9 مبروك، لأنه الحقيقة تصبر 9 جولات ترى 62 يوم حول 62 يوم الرائد ما سمع مبروك فيها خسارة كاس بودر بعد. لا أنا ما قاعد أخذ الدوري، إذا تأخذ الكاس إجا صارت 10 مباريات، إحنا بعد ما نبي نكبرها عليهم 9 مباريات حقيقة. لي أنا شخصيا يعني مع احترام لا يزعل علي محبين الفتح، بس اليوم انبسطت صراحة أن الرائد يفوز. يا أخي نبي الرائد يرجع، يظل الرائد رونق وقيمة حقيقة في الدوري ولا هو قصور من الباقي. نبدأ الحلقة مع العناوين. الأهلي يطارد الصدارة بالنقطة 29 ويعلنها، جايك جايك يا هلال. خلها ببالك، غاب السومة أو حضر، هذا الأهلي فعلا بمن حضر. الاتحاد يجحفل فارس نجد باللحظات القاتلة، إنها الدقيقة 90. تجهيز النصر، تجهز النصر لإعلان الفوز الخامس ليطلقها النمور، نحن هنا. عزل حمد الله حتى الأربعاء ويدخل التدريبات 4 أيام قبل الهلال. بيتروس زعلان والرئيس عند لجنة الحكام، أعصابك يا عالمي. الرائد يكسر عناد الحظ بعد 9 جولات، أكلها الفتح بأحلى 2. القادسية يلحق بالتعادل مع أبها، ولعت مراكز وسط الدوري. العين يطالب بتأجيل مباراة الباطن بسبب أزمة طيران طارئة. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. طبعا نسيت ارحب، مو نسيت بس كان ما كان الاتصال جيد، كابتن سمير عثمان مستشار التحكيم البرنامج. اهلا ابو محمود. ايوه كذا يا شيخ. اهلا يا كابتن وليد، ازي حضرتك والساده الضيوف كلهم، دكتور سلطان واستاذ محمد وكابتن محمد فوده. بالله المباراه ذيك اللي كلمتني عليها اليوم فيها 6 بلنتي صحيح؟ طبعا كان في 6 ركلات جزاء لصالح نادي المنصوره ضد نادي غزل المحله. ايوه بالضبط. انا على فكره تركبتهم فودا من اهم مشجعي نادي الترسانه سابقا. اولا نزل درجه ثانيه والله، عشان كذا نقيت عليها سمير. انا بشجع بقى ايه، ها اسمنت اسيوط احسن ناس. احسن ناس طبعا، تاخذ اسمنت وتروح اسيوط، يعني في احلى من كذا؟ على النيل والجو هناك حلو قوي دلوقتي والله. الله 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 الله. طيب اليوم نتائج مباريات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان كانت على النحو التالي. اليوم القادسية وأبها 2-2، فاز الرائد على الفتح 2-0، الاتحاد والنصر 1-1، والأهلي فاز على الاتفاق 2-1. نشوف الترتيب كيف صار. الهلال الآن في الصدارة 29 نقطة، الأهلي الثاني 29 نقطة. والله يا الأهلاوية بكرة يقولون يا رب الله ينصر الفيصلي، ها بكرة كل جمهور الأهلي مشجعين للفيصلي بكرة. الشباب الثالث 26 نقطة، الاتحاد الرابع 25 نقطة، التعاون الخامس، النصر السادس، الاتفاق السابع. إذن التعاون والنصر والاتفاق في نفس الرصيد 21 21 21، اوف وابها بعد 21، يعني من الخامس حتى الثامن نفس الرصيد من النقاط. خالد قحطاني ايش معناته؟
تنافس سلس، ورغم ذلك بدر ظروف الموسم بعمومه لها تأثير كبير على الترتيب في الدوري. يعني نتكلم ظروف الموسم تحديدا بدر، اللي هي ظروف عدم إقامة المعسكرات في كل العالم. أنا أعتقد أنه خلال العشر سنوات الماضية بطل الدوري بيكون هو أقل بطل في الرصيد النقطي خلال السنوات الماضية. طيب. هذا الشيء يصير ترى بدر في عموم أوروبا، وعندنا شيء طبيعي أنه يتكرر. ثمانية فرق، نشوف التاسع مين. ها القادسية التاسع 20 نقطة، والوحدة العاشر 20 نقطة، الفتح الحادي عشر، الرائد الثاني عشر، ما شاء الله الرائد ابتعد شوية، ها نطلة نطة حلوة، الفيصل الثالث عشر 15 نقطة، معناته والله مباراة بكرة مع الهلال وضعه جدا مهم فيها، يعني فوزه لازم يكون أو محتاج نتيجة المباراة أكثر، الباطن الرابع عشر، ضمك الخامس عشر، والعين السادس عشر والأخير. خلنا نذكركم بس إيش مباريات بكرة. بكرة اللي هي ختام الجولة أو ما قبل ختام الجولة، بكرة عندنا التعاون مع ضمك في بريدة، الفيصلي مع الهلال في المجمعة، الوحدة مع الشباب في مكة المكرمة، ثلاث مباريات سلطان من العيار الثقيل، وعندنا يوم الثلاثاء مباراة واحدة الباطن والعين. ها صحيح، أول شيء بالنسبة للفيصلي بعد تعثر، تتكلم عن آخر ست جولات ما فاز، تتكلم عن آخر ست جولات كذلك لم يخرج بكلين شيت، دفاع الفيصلي اللي كان قوة الفيصلي في مواسم سابقة أصبح بصراحة هو نقطة ضعف في فريق الفيصلي، الغيابات اللي حصلت وين كان حتى غدا غياب سيلفا وغياب كذلك محمد قاسم غياب مهم ومؤثر للفيصلي. يتكلم عن الباطن مع العين، فريقين يعني مباراتهم بست نقاط ابتعاد عن 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 المراكز الأخيرة، كذلك حتى الوحدة والشباب والمنافسة على المراكز المتقدمة الثانية وحتى الوحدة للخامسة، أعتقد أنها مباراة كبيرة جدا، مباراة فيها تقارب كبير في المستويات. ما ودكم نطلب لنا عشاء؟ ها؟ اللي تبي. والله يا أخي نبي نتعشى. أبو فهد وش ودك تاكل؟ بطلب من هنجر ستيشن. بالعافية إن شاء الله. ها؟ بالعافية إن شاء الله. والله شد إيش تبي؟ اطلب لك ايش؟ سلامتك يا حبيبي. فاست فود تبي ولا كبسات ولا ها؟ لا كبسات في الليل بحري تبي؟ ما تزبط الكبسات والله. في الليل سلطان عارف ايش يبي، سلطان يبي مندي ما مندي مضغوط حاجات زي كذا ها؟ بحري والله والله بحري. محمد الشيخ انت مالك الا تشوف عاد، وين نرسل لك يا الدمام مشكله ها؟ لا الابلكيشن موجود. اي خلاص والله فيك تطلب لي من عندك ها؟ اي خلاص طب ارسل لي اللوكيشن، ارسل لي اللوكيشن ها؟ لا ما يوصلون سيهات، سيهات بعد الساعة 12 ما يوصلون، الدمام يا دوب. طيب خلينا نشوف النتائج مباريات اليوم، اليوم الاهلي فاز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد في الدمام، الاهلي غياب السومة، المباراة خارج ارضه، وقدم الأهلي مباراة الحقيقة مباراة عامرة بالكفاح والتصميم. الأهلي متغير شكله، جاي أسابيع ما شاء الله تبارك الله، جاي أسابيع قوية، لكن الرغبة عند ميرتيتا، حيحطها جول، الراية رفعت، الآن كورنر بيرسلها شرها من كورنر حلوة، طلب للكرة من كويكبي، حصلها بكرة عرضية جميلة، عويس أقرب للكرة، السليتي والعويس، العويس للسليتي، الاتفاق والأهلي كثيرا مدى التوقيت أيها الأحبة، سنعيش دقائق الوقت الضائع فيه الكثير الكثير من الإثارة، شوفوا غريب شوفوا غريب شوفوا غريب، الله الله الله، ينادي الأهلي في كرة القدم السعودية، ما الغريب إلا الشيطان، الكرة اللي حولها غريب لسلطان مندش، الله يا عبد الرحمن والله يا سلطان، في أحلى مكان في أحلى مكان، هدف الفوز. على هاشتاج البرنامج يقول للأسف الأهلي نحر اليوم يا وليد، وأتمنى تشوف رأي الفودة بخط التسلل اللي ما هو واضح بهجمة أوسو، هل دورينا اللي يعتبر أقوى دوري عربي ما في كاميرا من الوسط خلينا نشوف التسلل. طيب هذا واحد رسالة، أيضا سيلفر يقول الله ياخذ الفار واللي اخترع الفار، هذه دائما نسمعها لما تعرف يكون عندك هدف حلو وما يحسب. بعدين يقول إبراهيم يقول ثيم البرنامج ولون الديكور أصفر وأزرق يا أبو بدر، وش معنى؟ يا تحط الألوان كلها ولا كله رمادي؟ لا والله الأصفر والأزرق
الأصفر والأزرق في أحسن منه، أحلى لونين، أحلى لونين الأصفر والأزرق. وينك يا أشرف؟ أنت فرحان بالديكور؟ ما هو رأي أصفر وأزرق، أنت قاعد تدور في السماء. طيب ماشي. وبعدين أحمد محمد الخال يقول: أمس عليك أبو بدر وعلى ضيوفك اليوم. الحكم الصلوي أفسد متعة مباراة الاتحاد والنصر بقراراته الخاطئة والظالمة. لا نشوف عاد بعد شوي مع الكباتنة، هم اللي راح يحددون. طيب أبو حمد السهلي يقول: سؤال بريء، هل حمد الله دخل الحجر؟ إيه حجر منزلي، حجر منزلي. ترى على فكرة كل فترة تطلع تحديثات لموضوع الحجر، يعني تلاقي لاعب جاء من 7 شهور صار عنده حجر أسبوع. الآن إيش النظام؟ عشان خلنا نقفل الموضوع هذا قبل ما نتكلم عن مباراة الأهلي والاتفاق، أوريكم إيش النظام يقول في موضوع الحجر المنزلي لموضوع حمد الله، لأني سمعت كثير من الناس يتكلمون كأن إحنا ناقصين قضايا، كل واحد يبغى يسوي له قصة ويعيش دور المظلومية. البروتوكول للقادمين من خارج المملكة، طبعا غير المواطنين في المملكة، في حال قدومه من دولة ينتشر فيها كورونا المتحور أو بلد موبوء، يعني مثلا جاي من لندن، إذا جاي من لندن يقضي 14 يوم في دولة أخرى قبل قدومه للسعودية ويسوي فحص PCR. طيب كابتن حمد الله جاي من وين؟ جاي من المغرب اللي هي دولة ما هي منتشر فيها كورونا المتحور حتى الآن، وإن شاء الله الله يحفظهم ويسلمهم. النظام يقول إما أن يقعد في حجر منزلي 7 أيام، ركز، يجلس 7 أيام في البيت حجر منزلي، أو يعمل حجر 3 أيام بس على شرط يسوي فحص PCR. فبالتالي نظرا أن الكابتن حمد الله مهاجم نادي النصر وصل فجر اليوم الأحد، فيجلس في بيته الأحد والاثنين والثلاثاء ويسوي فحص PCR ويدخل التدريبات. فبالتالي يوم الخميس الأحد اثنين ثلاثاء يوم الأربعاء، يوم الأربعاء يدخل تدريبات نادي النصر، فيصير عنده الأربعاء والخميس والجمعة ويلعب قدام الهلال يوم السبت. خلصنا، لا حد يجي يطلع. شلون النظام الآن؟ 72 ساعة زائد فحص PCR. نرجع للمباراة بس نسمع صوت الجمهور قبل نقطة نظام. ألف ألف مبروك فوز الأهلي، وإن شاء الله عقبال الصدارة. وملاحظة على العويس، نرجو الانتباه، البلنتي ما له داعي، هذا واحد. واثنين، أخلاق الروح الرياضية حقت الاتفاق اللي لعبوا الأوت على طول، كانوا وكادوا أن يسجلوا هدف. هل يحق لرئيس نادي الصعود للمدرجات ومناقشة رئيس لجنة الحكام على أدائهم وأنه يبرر لهم الأخطاء بدون الرجوع للقنوات الرسمية مثل الاتحاد السعودي؟ أنا أبغى إجابة، هذا شيء ما ينسكت عليه. أبو بدر تحية لك ولضيوفك الكرام. أنا أستفسر عن مهند عسيري، إيش وضعه الآن؟ لو أكثر من سنة ونص أو سنتين لم يشارك في النادي الأهلي، يفترض الفترة هذه يكون أحد العناصر المتواجدة في الأهلي. مبارك للنادي الأهلي الفوز الثمين والحصول على 3 نقاط. رسالة للكابتن محمد العويس، ما له داعي الحركات هذه، أنت لاعب كبير والحمد لله على كل حال. حلوة، عجبتني رسالته، أنت لاعب كبير والحمد لله على كل حال. طب وأنا أكملها: والذي لا يحمد على مكروه سواه. ها طيب يعني كابتن محمد اهدى شوية، ترى الأهلاوية يحبوك والله، يدافعوا عنك والله، يا جمهور الأهلي وقف مع محمد العويس دافع عنك، فلا تفشلهم لا تفشلهم. نرجع لطبعا موضوع صعود رئيس نادي للمنصة اليوم في مباراة الاتحاد والنصر. الأستاذ صفوان السويكت رئيس نادي النصر طلع يناقش حكم رئيس لجنة الحكام. ما يصير محمد الشيخ، ما يصير والله. شوف يعني انا ما ابغى اكبر الموضوع بهذه الطريقه. لا احنا ما نبغى نكبره ولا نبي نصغره بعد. ها لا لا لا، يعني الموضوع ما في شبهه. لا 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 لا, لا شبهه لا، بس الحين لو هذا الملأ. كان لو كان هذا مؤمنه ولا انمار الحايلي ولا خالد البلطان ولا فهد بن نافل، كان الهاشتاج اليوم وصل القمر. شوف أمام الرأي العام نعم هذا التصرف له ردود أفعال طبيعية إعلامية جماهيرية، هذا رأي عام. ولكن من الناحية الرسمية ما في واحد يريد أن يؤثر على مسؤول أمام الشاشات وأمام العالم،
وبالتالي أنا أقول هي الحركة عادية، ولكن كان من الأفضل على صفوان السويكت لا يقبل فيها، وعلى تريساكو أيضا أن ينهي هذا الموضوع. شكرا مكانك، لأن ياسر المسحل قال إنه طبعا الاتحاد السعودي قال إن إحنا طالبنا من نادي النصر نقوم بزيارة إلى النادي والشرح لاحتجاجاتهم، ورفضوا استقبال لجنة الحكام. يا أخوي نادي النصر، نادي النصر مصدر بيان يبغى يشيل تريساكو، قال لك يمشي، وإيش اللي يجيه؟ نسيت هذا نقول. فإذا أنت ترفض تجتمع اجتماع رسمي، فكان من الأولى يا دكتور صفوان السويكت أن لا تدخل نفسك لا أمام الرأي العام ولا أمام الاتحاد السعودي في هذه الجدلية اللي أنت في غنى عنها. وبالتالي نعم كان يفترض أن لا يقوم فيها، ولكن طالما أنه قام فيها لا أعتقد أنها تأخذ أكثر من هذا البعد، على الأقل من الناحية الرسمية. الناحية الجماهيرية والإعلامية نعم طبيعي أن تأخذ هذه التداعيات. كابتن فؤاد إيش رأيك في المشهد؟ حقيقة بالنسبة لرئيس اللجنة في ملعب مدينة الملك عبد العزيز، في غرف للمقيمين، في غرف للتصوير، مفترض انه في احد الغرف يطلع رئيس اللجنة ويبعد عن اشكالية الاعتراضات اللي تجيه هنا، في جالس في المنصة تقريبا في الصف الثاني، فمفترض انه يطلع فوق في غرف خاصة ويبعد عن الاشكالية اللي تحدث بالتوجه احد المسؤولين او احد الجماهير اليه بطريقة ممكن تكون اعتراض، ممكن استفسار انه في عملية دفع وما حسب لبلنتي. فهو يبعد فوق، ما في جمهور يا اخوي، معلش ما في جمهور، يطلع فوق بأرضه في غرف مناسبة جدا للمقيمين وللمصورين وللإعلاميين فوق في مدينة الملك عبد العزيز. طيب هاشمي على الهاشتاج البرنامج يقول الأهلي اليوم قدم مباراة تكتيكية جميلة بس نحر تحكيميا. سلطان أول شيء خلنا نتكلم على المباراة يا أخي، الأهلي اليوم فايز وملعلع. صحيح، مبروك للأهلي، حظه وفر الاتفاق. أعتقد أن الأهلي ثالث مباراة يقدم أجمل مباراة هذا الموسم، وأعتقد أن الخلل اللي مر في الأهلي من أول الموسم على مستوى التنظيم الدفاعي حله وجد الحلول له في الدفلادان من مباراة الهلال باللعب بثلاثة ارتكاز، وتحديدا هذا الثلاثي فيشتا كمثلث مقلوب أمامه الأسمري اللي أعتقد من نجوم المباراة الثلاثة الماضية ونجم مباراة اليوم، وكذلك المقهوي. ثلاثي يعطي تكامل في الأدوار، يعطي تنظيم دفاعي رائع، يعطي تحول دفاعي، وهذا ما صنع الأهلي في كل مباريات الثلاث. لو تلاحظ الأهلي في الثلاث مباريات تخلى عن الاستحواذ في كل مبارياته، أمام الهلال كان استحواذ الأهلي أقل من 30%، أمام أبها كان استحواذ الأهلي أقل من 40%، حتى اليوم كان الأقل على مستوى الاستحواذ، ولكن الخطورة في الثلاث المباريات كانت الأهلي. الأهلي لعب على إمكاناته، والأهلي لعب على الطريقة والأسلوب اللي يصنع منها الخطورة، حل مشاكل دفاعيا، واعتقد انه ثبات على التشكيله. تتكلم عن ثالث مباراه على التوالي يثبت على خط الدفاع، يثبت على ثلاثه ارتكاز، على الرغم من الغيابات اللي حصلت، حسون غاب قبل مباراه الهلال، وجد البديل يزيد البكر الفرصه، اثبت نفسه، استمر هذا العدل اللي يصنع المدرب. والفريق غالبا الفريق الفائز على مستوى يعني في علم التدريب لا يغير الا لظروف طارئه، وهذا ما حصل. النهج كان واضح، الأسلوب كان واضح، الأهلي التفوق من بداية المباراة باللعب على التحولات الهجومية بالاعتماد على أوسو، وإن كان توظيف أوسو في هذا المكان لا يتناسب مع أوسو، خاصة أنه قليل في عملية الإنهاء، ولكن هذه أسماء الأهلي وهذا الموجود بغياب السومة، واستغل يعني مركزية الدفاع، يعني الدفاع الفريق الاتفاقي كان دفاع متقدم. طيب. أتكلم عن فرصتين مهمة لو أخذناها على مستوى اسم الحالات، فرصة الأولى للهدف الملغي لفريق الأهلي، شوف كيف دفاع متقدم بتحول هجومي للأهلي، تحول ناجح، دفاع متقدم لفريق الاتفاق سجل هدف ألغي، الهدف الأخير بنفس الطريقة في آخر الدقائق دفاع متقدم بعد ما سجلت التعادل، مفترض أن الاتفاق يأخذ أريحية بشكل أكبر، يركز بشكل أكبر، دفاع متقدم ضرب بتمريره ولا اروع من القهوي بالدور الكبير اللي صنع الغريب اللي في كل لقاء يدخل يصنع الاضافه، شفنا المباراه الماضيه بهدف بصراحه مميز، اليوم الهدف بهذا الشكل. فاعتقد ان الاهلي حل امور الدفاعيه بهذا الثلاثي في الارتكاز وبهذا التنظيم اللي صنعه، واعتمد على التحولات اللي يصنع منها القوه وقوه عناصره تحديدا متريتا والمؤشر وحتى اوسو. طيب على هاشتاج البرنامج بندر الشجهني يقول سلطان اللحياني وخالد القحطاني بطاوله فيها وليد الفراج، يا عيني يا لطيف يا الإبداع، فعلا زحام من النعم. الله الله، إيش الكلام الحلو هذا، إيش الكلام الحلو، إيش الدلع اللي إحنا قاعدين ندلع هذا. لا وشوف مدام طارق جاب طارق النعم، فالنعمة وصلت، ها طلبنا العشاء جاء العشاء، ادخل يا هنجر ستيشن، يلا لا عاد مو في وجهنا على طول، يا لطيف يا لطيف ما شاء الله. ايوه الله الله، إيش هذا الحين، يا ساتر، الله الله
مية مية. ها كيف حالك؟ كويس؟ الله يحييك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كنتم مع هذه الفقرة ها البيتزية برعاية هنجر ستيشن. خلينا نروح فاصل ونرجع، خليكم معنا. الأهلي يطارد الصدارة بالنقطة 29 ويعلنها. جايك جايك يا هلال، خلها ببالك، غاب السومة أو حضر، هذا الأهلي فعلا بمن حضر. الاتحاد يجحفل فارس نجد باللحظات القاتلة، إنها الدقيقة 90. تجهز النصر لإعلان الفوز الخامس ليطلقها النمور، نحن هنا. عزل حمد الله حتى الأربعاء ويدخل التدريبات 4 أيام قبل الهلال. بتروس زعلان والرئيس عند لجنة الحكام، أعصابك يا عالمي. الرائد يكسر عناد الحظ بعد 9 جولات، أكلها الفتح بأحلى 2. القادسية يلحق بالتعادل مع أبها، ولعت مراكز وسط الدوري. العين يطالب بتأجيل مباراة الباطن بسبب أزمة طيران طارئة. سمعتوني؟ أنا واجي أكلم الشباب الكنترول، سمعتوا إيش قلت أنا؟ ها؟ عتضبطوا العنوان الأخير، الحمد لله، لازم أقول لكم على الهواء الله يهديكم. طيب، خالد القحطاني، الأهلي تكلم كابتن سلطان، ليش الأهلي فاز؟ الاتفاق ليه خسر؟ أعتقد بدر الغيابات مؤرقة جدا لنادي الاتفاق. لا على صعيد أو شيء غياب فيه بكيش اللي هو اليوم أول غياب في نادي الاتفاق، أو حتى على صعيد كارول، أو حتى على صعيد رايس مبولحي. بدر الهلال وهو متصدر الدوري غاب منه هيون بداية هذا أو بداية هذا الشهر في يناير، تعثر كل التعثرات هذه، وأضاف عليه ذلك أنه حاول على قدر المستطاع أن يوظف جوستافو كويلار في السنتر ولا نجح. فالتأثير لمانة في غياب السناتر كان مؤثر جدا على نادي الاتفاق، إلا أنه أكثر شيء ممكن استغربته من الاتفاق اليوم هي قلة عدد صناعة الفرص المحققة. الاتفاق كان نادي رائع جدا في صناعة الفرص المحققة، وإن كان يهدر يعني جزء كبير منها، إلا أنه كان يعني نادي دائما يعني يستطيع أن يفرض هذه السيطرة وهذا الحضور في صناعة الفرص على أي نادي. اليوم كان عاجز جدا أمام الأهلي، وأعتقد أنه لو كان الأهلي يملك واحد تكنيكيا أفضل من أوسو وعنده نتائج هجومية ما طلع الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0. في الشوط الثاني أعتقد أن الكابتن محمد ألف تيل والكابتن ماتريتا قدموا شوط رائع جدا، لا على صعيد الهدف في القفز العالي أو حتى في الصناعة والتنفيذ الممتاز جدا من ماتريتا، أو حتى على صعيد الإنتاجية طوال المباراة. محمد ألف تيل قدم مباراة رائعة جدا، تعرض لنقد كبير مننا أو حتى من غيرنا لأنه قدم مباراة رائعة جدا اليوم. أجمل ما في المباراة وبدر بالنسبة لي هو عبد الرحمن غريب، لاعب موهوب جدا موهوب، وموهبته طاغية وشخصيته تحضر في أصعب المباريات وأصعب الأحوال. كلما احتاج الأهلي عبد الرحمن غريب صنع فيه الفارق في ملعب الاتفاق أو في هذا المكان بالتحديد. أول انتصار لبرانكو عام 2018 أعتقد أو 2019 كان مع عبد الرحمن غريب بتسجيل هدف واحد للنادي الأهلي على شباك الاتفاق. اليوم هو يحضر ليقطع كل هذه المسافات ويصنع الهدف الأخير في هذا الوقت الصعب. شخصية طاغية، الشيء المحبط أن برانكو وبعده الكابتن جروس واليوم فلادان كلهم لا يمنحون عبد الرحمن غريب الفرصة اللي ممكن يستحقها أو يفرض فيها حضوره للنادي الأهلي، وهذه علامة استفهام كبيرة للأمانة. إلى الآن أنا لا أجد لها أي سبب في النادي الأهلي. طيب نقطة نظام، خلنا نسمع صوت الجمهور. خير أبدر لك يضيف الكرام. سؤال أستاذ خالد، كيف كريم الأحمدي غيابه مؤثر وفي ما شاء الله 2 محارف النص صلاة على النبي؟ رجعت المباراة الاتحاد أثبت أنه فريق بطل، أتمنى التوفيق له. والكرة فوق راس رومارينو بمترين، كابتن حسب فسايد هاي. إلى إدارة نادي النصر، التعاقد مع مهاجم سوبر ستار في أسرع وقت ممكن يعوض غياب حمد الله وحل مشكلة الظهير الأيسر، والتحدث مع المدرب في التغييرات الكثيرة بسبب وبدون سبب. فينك يا رئيس وفينكم يا إدارة؟ ألحق النصر قبل فوات الأوان. سؤال للأخ سلطان اللحياني، هل الاتحاد
أكبر من المدرب كاريلي؟ هل برجعة النجوم والدكة اللي موجودة عند الاتحاد يحتاج إلى مدرب أكبر من كاريلي؟ أبو بدر ولي فرائد أحبك أحب كل أحبكم وفكر راسي وأشكر أشكر هذا الحفل وأشكركم على جميع الإهلالي والنعم كل الإهلالي. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، هذا واحد من مشاهدي البرنامج دائما اللي حريصين على متابعتها من ذوي الهمم وذوي الإعاقة، الله يطول يشفيه إن شاء الله ويعني ويوفقه في حياته. كابتن محمد فودة، مباراة اتفاق والأهلي، كم حالة عندنا؟ 6 حالات. تفضل. طبعا المباراة بقيادة السلطان الحربي وعبد الرحمن عبد الرحيم الشمري وابراهيم الدخيل وعبد الله العويدان، حكم فيديو احمد الرميخاني ومحمد مساعد محمد وزي. الحاله الاولى طبعا هذه طاقم التحكيم، الحاله الاولى كانت في الدقيقه 24، كره ارتطمت بيد مدافع نادي الاتفاق، طبعا بالنسبه للكره الحكم اتجه للحكم للفيديو من اجل ان يتاكد من الحاله، الحاله لا توجد فيها مخالفه، الكره ارتطمت بيد اللاعب ويد اللاعب في وضعها الطبيعي، لا توجد مخالفه واستمرار اللعب هو القرار الصحيح من حكم المباراه بعد العوده الى حكم الفيديو. الكرة اليد كانت في وضع الطبيعي، لم تكن مكبرة للجسم ولم يتعمد اعتراض الكرة ولم تكن اليد أعلى من الكتف، فالحالة طبيعية جدا ولا توجد مخالفة. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 35، هدف ملغي للأهلي، طبعا الحكم المساعد ترك اللعب مستمر وبعدين أعلن عن التسلل بعدما سجل الهدف. طبعا نرجع للحالة وعملية الخط اللي وضع، لحظة لعب الكرة ولحظة لعب الكرة هي اللحظة التي يتم احتساب فيها التسلل. هنا نلاحظ بالنسبة للقدم لاعب نادي الأهلي هي المتقدمة، أما بالجسم الجسم مع بعض، ولكن قدم لاعب نادي الأهلي اليسرى كانت هي المتقدمة، وبالتالي الإعلان عن حالة التسلل كان قرار صحيح من حكم المباراة. طبعا احنا كبرنا الحالة هذه على أساس تكون واضحة بالنسبة للقدم مهاجم النادي الأهلي المتقدمة عن المدافع، رغم الجمهور الأهلي زعلانين يعني يعتبرون يعتقدون الخط ما كان دقيق. لا كان دقيق جدا، وحقيقة هذا شيء متميز. الحكم رأس المدافع مو كاسر الأوفسايد؟ لا، لو سأل خاص لاحظ أنتوا بالنسبة لعملية الخط الموضوع، الخط اللي نازل من كتف المدافع إلى الأرض ما يكون متقدم، ولكن المتقدم هو المهاجم على المدافع، وبالتالي كان قرار صحيح من إبراهيم الدخيل اللي كان متمركز بشكل جيد جدا وأعلن حالة التسلل. الحالة الثانية دقيقة 39، نشاهد حالة أيضا أخرى في دقيقة 39، الحالة الحكم المساعد أعلن عن تسلل بعد الإعلان عن ركلة جزاء. أولا نشوف حالة التسلل هل كانت صحيحة أو لا، وهل هنا لحظة لعب الكرة؟ لحظة لعب الكرة نشاهد الآن بعد وضع الخطوط من قبل الحكام الفيديو، نلاحظ أيضا بالنسبة للمهاجم النادي الأهلي كان متقدم، وإن كانت حقيقة بالنسبة لحالة التسلل حسب ما شفته قبل التكبير وحتى في التكبير حالة التسلل غير صحيحة، والإعلان عن التسلل لم يكن موفق، ولكن نشاهد هل كانت ركلة الجزاء المحتسبة صحيحة أو لا. نكمل الحالة، لاحظ مهاجم النادي الأهلي قام بعملية مسك وسحب للمدافع للخلف، لاحظ من الفنيلة، وقبل ارتكاب المدافع المخالفة، والحكم كانت زاوية رؤيته جدا واضحة، كان مفترض أنه يعلن عن مخالفة على المهاجم بعدما قام بسحب فنيلة مدافع النادي الاتفاق، وبالتالي القرار الصحيح الإعلان عن مخالفة على مهاجم النادي الأهلي. طبعا الحكم اتخذ قرار الإعلان عن تسلل، وطبعا مدامت أنه اتخذ القرار على حالة التسلل وبعد العودة إلى تقنية الفيديو نمشي مع الحكم المباراة بأنه الحالة التسلل، ولكن ركلة الجزاء اللي أعلن عنها غير صحيحة، لو لم يكن هناك تسلل لكان احتسب ركلة الجزاء غير صحيحة. الحالة الأخرى اللي هي الحالة الخامسة، سقوط مهاجم الاتفاق داخل منطقة الجزاء، سقوط مهاجم نادي الاتفاق داخل منطقة الجزاء، ونشاهد عملية السقوط. هنا المدافع نجح بلعب الكرة وكان متقدم على المهاجم، وبالتالي لا توجد مخالفة على مدافع نادي الأهلي، واستمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراة، وهذه الحالة الخامسة في المباراة. الحالة الأخرى، الحالة الرابعة، الحالة الخامسة الدقيقة 83، أيضا في سقوط للاعب نادي الاتفاق داخل منطقة الجزاء، أيضا لا توجد مخالفة واستمرار اللعب كان قرار صحيح
لا توجد ركلة جزاء للاتفاق، لاحظ مدافع مهاجم ارتقوا مع بعض من أجل لعب الكرة وتنافس طبيعي جدا، ولا توجد أي مخالفة على مدافع النادي الأهلي واستمر اللعب، كان قرار صحيح. الحالة الأخيرة كانت في دقيقة 90، هنا حارس المرمى سيطر على الكرة واتجه للمهاجم، أولا قام بعملية مهاجم على القدم، وبالحالة الثانية قام بعملية دفع للمهاجم. حارس المرمى مسيطر على الكرة، لاحظ أول شيء بالذراع قام بعملية دفع، ولاحظ بالقدم أيضا قام بعملية مهاجمة، وبالتالي ركلة الجزاء صحيحة، كان يستوجب على حكم المباراة أيضا يمنح الحارس بطاقة صفراء. نلاحظ هنا عملية المهاجمة بالقدم على قدم مهاجم نادي الاتفاق، وكان قرار صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة الجزاء صحيحة في الدقيقة 90 من زمن المباراة. ونشاهد هذه أهم الحالات في مباراة الاتفاق والأهلي. كابتن سمير عثمان لك حق الرد. لا يعني النهارده انا متفق مع كابتن محمد، الحالات كلها يعني الحالات كلها كانت واضحه، وخاصه الحاله الاخرانيه بتاعت ركله الجزاء، يعني التصرف غريب شويه من حارس المرمى، بس كان ينقص طبعا الانذار للعب بتعور. طيب محمد الشيخ. لا انا اتفق ان الحالات كلها كانت طبيعيه جدا، وسلطان الحربي قاد المباراه بشكل جيد، وان اكثر من استخدام الفار وافسد يعني خلى المباراه رتيبه بهذا الاستخدام. طيب. والقرارات كانت سليمه. طيب ناخذ المباراه الاتفاق والاهلي، كيف شايف النتيجه يا محمد؟ انا اشوف النتيجه بشكل عام يعني مستحقه. الاهلي كان افضل، الاهلي كان اخطر، خطورته تاكدت من الغاء هدف من تسلل، وان كان من تسلل لكن يؤكد لك على الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. ايضا حالة ركلة الجزاء وإن كانت تسلل لكن يؤكد الضغط الأهلاوي للمباراة، لكن لا يمكن أن نغفل بالحقيقة أنه الاتفاق تأثر، الاتفاق أضعف ما لديه هو خط دفاعه، واحد من أضعف خطوط الدفاعات في الدوري بشكل عام، فما بالك مع غياب مبولحي في الحراسة، كارول ميتس، كيش، هذا لا شك يؤثر. ولكن ايضا في المقابل هناك غيابات في الاهلي على راس السومة وفتوحي وماركو مارين، ولكن اعتقد لو كان الاهلي فيه نجاعه هجوميه خصوصا كبديل عن اوسو او لاعب يمكن ان يستفيد من الهجمات كان يمكن ان يخلص المباراه، ولكن كانت المباراه ايضا تطلب احد الفريقين ياخذها، يعني كان الفريقين فاتحين الملعب بشكل افضل، ولكن قراءه فلادان انا اعتقد تفوقت على خالد العطوي في حالة واحدة وهي تتكرر في كل مباراة. أضعف ما لدى الاتفاق هو عدم قدرته على الخروج من الثلث الأول بسهولة، ولذلك يكثر هنا الأخطاء، وأغلب الفرق اللي تكسب الاتفاق تكسب حينما تستطيع أن تستفيد من أخطاء الاتفاق في ثلث الأول. هذا ما فعل عليه فلادان، استطاع أن يعني يخرج أكثر من هجمة مرتدة، ما وفق في الكثير، ولكن الهدفين اللي جو أيضا كان بصورة مشابهة، وبالتالي عدا أن الأول ركنية، ولكن أقصد الأهداف أو الهجمات كانت من هذا القياس، ولكن أيضا الاتفاق كان قادر على الأقل أن يخرج بنقطة لولا أنه تسرع من أجل أنه يبحث عن الفوز في آخر أقل من نص دقيقة، فاكتوى بهذا الهدف واللي كان صعب جدا على الاتفاقية. طيب نقطة نظام. اليوم مبروك للأمة الألاوية، سلطان الحربي كان بيسلب المباراة من الأهلي، بس الحمد لله أنه جابها الأهلي. إذا فاز الأهلي تنام الأرض مبسوطة، والله يرحم أمك يا عويس ارحمنا، جبت لنا الضغط والسكر، الله يرحم أمك. شوفني والله سائر طلبات الزباين يا أبو بدر عشان أشارك في نقطة نظام، وبارك لكل جماهير النادي الملكي، ألف ألف مليون مبروك، وهذا الأهلي وهذه علومة، بالسومة ولا بدون السومة، الأهلي حاضر. يا اخي والله الاهلاويه يحبون الاهلي، ها بس عاد يا الاهلي يبرد قلوبهم بدل ما يحطون حراتهم فيني بعض الاحيان، ها يعني برد قلوبهم. صح يا خالد؟ صحيح، والامانه جمهور عاشق جدا، وله جمهور، جمهور الاهلي له جمهور. له جمهور؟ اكيد اكيد له جمهور، شلون؟ الاهلي له جمهور؟ اذا الاهلي ما له جمهور مين له جمهور؟ الاهلي له جمهور. جمهور الاهلي مجانين مجانين. وين ماجد الفهمي اليوم يا اخي؟ المفروض ماجد الفهمي اليوم بدل يناشب فيني في المباريات المعقربه على قولتهم، اليوم كان المفروض ماجد الفهمي موجود. عموما نروح الفاصل ونرجع، خليكم معنا.
حياكم الله من جديد. الدوري مع وليد على اس بي سي واذاعه جده اف ام. ذكركم بضيوفنا اليوم كابتن سلطان اللحياني ومعاي من سيهات محمد الشيخ وكابتن محمد فوده وسمير عثمان من القاهره وخالد القحطاني معانا هنا في جده. المباراه الثانيه اليوم جمعت الاتحاد والنصر، مباراه الكلاسيكو اللي اقيمت في مكه المكرمه وكان في جدل على موعدها المتقدم. انتهت المباراه بالتعادل 1-1. مرابط هو اللي واقف على التنفيذ، مرابط يلعب الركنيه على القائم الاول، فيها ابعاد يا ولد، يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، وهو عريس النصر في اللقطه اللي فاتت طلعها فهد يا ولد. برنامج المره دي وقدامه فهد المولد يلعب الكرة الأمامية قبل مرابط، يا ولد يا مهند مع الكرة، الشنقيطي يلعب على حدود المنطقة لبرونو أنريكي، لمسة لفهد المولد يلعب العرضية وكرة فرصة للاتحاد. قراره إيه؟ خالد صلاوي بيصفر، بيقول إيه؟ بيقول الهدف ملغي. أسامة الخلف إذن قفل الزاوية دي بشكل كويس وعامل جيم ممتاز من ساعة نزوله أسامة الخلف، وفهد المولد يلعب الكرة ولكن هنا أسامة الخلف على حدود المنطقة، رومارينيو جوه المنطقة عدى والتعادل من رومارينيو، والتعادل من رومارينيو، والتعادل من رومارينيو في الوقت القاتل يا سر. هو رومارينيو ادي الكرة وادي الإبعاد وادي رومارينيو، يا ولد 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 يا ولد، برازيلي برازيلي على كيف 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 كيفك في الهدف ده يا رومارينيو. هدف جميل هدف رومارينيو، بس الحقيقة أنا أهني نادي النصر على الكابتن خالد الغنام، صراحة موهبة ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. يعني مكسب حقيقي لنادي النصر، راح يكون مكسب حقيقي للمنتخبات السعودية. خالد القحطاني اليوم أنت توقعت على فكرة أمس المباراة تنتهي بالتعادل، تعادل ايجابي، لكن كنت اتوقع مباراة بدر مفتوحة. كانت مباراة الأمانة غير جيدة على صعيد مجموعة للفريقين، كانت مباراة يعني ضعيفة الفرص، ضعيفة الرتم، تحديدا الشوط الأول كان جدا قليل الرتم وما كانت فيها الخطورة اللي كنا نتوقعها من الفريقين، لا من ليه؟ النصر. ليه؟ خلينا نمسكها واحدة واحدة من جانب النصر، النصر عادة في الأربع مباريات الماضية نمسكها واحدة واحدة، أقولها ليه؟ قولي نمسكها واحدة واحدة. إيه نفصل الفريقين. عطني عنوان. لأنه الفريقين ما يعني أنت هتسوي لي زي سلطان، كان سلطان وتخلص منها، يعني تيجي واحد داخل المبنى تقول له احنا وش المبنى هذا؟ يقول لك اصبر بس اطلع معي وتشوف، تطلع دور دور في الاخير تكتشف الدور الاخير انك في عماره. مو عطني، قل لي بندخل الموضوع كذا، اعطيني عنوان عايزين نتفصل لي. ترى ابو احمد قدوه حسنه، واحنا قلنا لا الله احمد الله الله حبيبنا صحيح، بس حربتنا وانت كذلك هو حمد الله حقنا. خلينا نتكلم عن الاتحاد بدر، في العاده الاتحاد عنده مرتدات رائعه. لا سؤال مباشر الحين، واحد يبغاك تعطيه رد بسطر صحيح، ليش المباراه اليوم ظهرت بشكل تكتيكي كذا؟ احنا المتوقع على صعيد العناصر بدر ما كانت تظهر بهذا الرتم الضعيف، لكن الاداء الفردي في الحلول للفريقين كانت غايبه. لا نتكلم على صعيد الاتحاد، عنده لعيبه ممتازين في الارتدادات والمساحات، ما حضروا اليوم ابدا ولم يكن هناك اي تحول لنادي الاتحاد، تستثني بس فرصه فهد المولد في الشوط الاول، ولا النصر اللي كان يفرض سيطرته وحضوره ويصنع عدد كبير من الفرص بعد ذلك يسجل في الاربع مباريات الماضيه. لو جينا نتكلم وش اللي غيرت النتيجه، اعتقد خطأين فرديه وامكانيات فرديه للاعبين هي اللي سجلت هذه الهدفين. لو جينا نتكلم مثلا بدر على الهدف الاول اللي هو نادي هدف نادي النصر من ركله زاويه، كانت تقريبا كره ميته للكابتن مهند شنقيطي، لاعب ممتاز لكن اخطا خطا جسيم هنا، كان يقدر يبنيها بشكل سريع وما استطاع يقدر يشتتها ويطلعها اوت بعرض الملعب. هنا هو فكر بالدخول في صراع بدني مع نور الدين رابط، وغالبا من يتخذ هذا القرار مع نور الدين رابط يكون خاسر، وكان قرار للامانه غريب، كسب منها نور الدين رابط ركله زاويه من هذه الكره، تنفيذها كان سيء لكنه كافي جدا للاعب مثل خالد الغنام انه يسجل منها هدف النصر. اما هدف الاتحاد فهو لما بدر هدف من لا شيء، هدف نقدر نقول من عدم، الكره كانت ميته ما منها لاعب ممرر، كانت مقطوعه بشكل في عرض الملعب من اسامه الخلف بتمريره خاطئه من الكابتن اسامه الخلف، رومارينيو سبق فيها الكابتن علي الحسن الممتاز جدا في هذه المباراه بخطوه وهذا توقع ذكي جدا، يزيد صعوبتها الكابتن علي الحسن تابع مع رومارينيو ورغم ذلك راوغه داخل المنطقه تحت مراقبه بيتروس وتحت ايضا تغطيه الكابتن مايكون، رغم ذلك راوغ وسدد بالقدم اليسرى اللي هي القدم الضعيفه والقدم الغير مفضله، وبرغم ذلك وهو كان يعني في اخر رمق من المباراه وهي مباراه ما كانت جيده لرومارينيو، لان هذا يدل على امكانياته الكبيره ويدل على شخصيته وعلى قتاليته انه يرفض دائما الخساره. اعتقد انه لو تكررت هذه الحاله 10 مرات وكانت لاي لاعب غير رومارينيو من المستحيل انها تتسجل، لكن رومارينيو كان لاعب مقاتل وفنان وعلى هذه الفرص تبين فيها قيمه المهاجمين الكبار. طيب كابتن سلطان ارجع اعيد لك نفس السؤال،
اللي ما جاوبني عليه خالد. انت لا تدخل عمارة. ليش المباراة طلعت ايش؟ لا يدخل العمارة. ليش المباراة ظهرت بهذا الشكل التكتيكي؟ ليه ما كانت مباراة مفتوحة زي مباراة الاتحاد العادة 3-2 3-1 2-0؟ اسلوب الفريقين تقارب خطوطهم في المباراة الماضية هو من صنع هذا الأداء للفريقين. تعامل المدربين سواء هورفات بداية اللقاء تعامل أكثر من رائع، تغييراته هي من أعادة الاتحاد، كذلك حتى كاريلي البدء بهذه الطريقة، وشفت أنت العجز الكبير في التحولات الهجومية والتأخر فيها والإصرار على إبقاء لاعبين مردودهم أقل سواء في هذا المولد أو حتى كمارا، أعتقد أنه هو من صنع أو قلل من خطورة الفريق الاتحادي. نتكلم عن مباراة كان في أغلب تفاصيلها النصر متفوق لأسباب، أولها تقارب خطوطه ويعرف خطورة الاتحاد، خطورة الاتحاد دائم تكون في التحولات الهجومية، فمنع هذه التحولات بوسط متقدم بضغط عالي في ملعب الاتحاد بمنع فريق الاتحاد عملية أي بناء أو عملية أي تحول هجومي يعني يزيد من قوة فريق الاتحاد. واعتقد ان اهم اسباب هذا التفوق لفريق النصر مع هورفات تحديدا الاعتماد على ارتكاز علي الحسن وامامه بيتروس واصليهم، او في فترات سابقه كان بيتروس والنجعي، فالاعتماد على ثلاثي ارتكاز هذا الثلاثي اللي هو راس مثلث مقلوب علي الحسن امام خط الدفاع اللي اعتقد انه من اهم الاسباب اللي زادت من خطوره النصر واعادت النصر لهذا التنظيم واعادت النصر للنتائج الايجابيه، بالاضافه الى عندك اسماء يعني عندها حلول فرديه كبيره، اتكلم عن خالد الغنام والتاثير الكبير اللي اعتقد اهم اسباب عوده الاتحاد اخراج هذا اللاعب اللي كان يصنع الخطوره، او التعويض نتكلم عن غياب يعني العبيد الاصابه اوكي يعني نتقبل دخول علاوي كبديل لهذا اللاعب، ولكن اخراج خالد الغنام بعد التقدم اعتقد انه خطا كبير اللي استفاد منه كاريلي، واعتقد لو لاحظ بعد اخراج الغنام انا بس اخذت مع الزملاء ثلاث لقطات بهذا السبب، انت ادخالك الخلف في طرف اخر في 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 مكان لا يجيده باسناد انت تحاول تسند اسناد دفاعي للقوه اللي ادخلها كاريلي سواء بالبيشي او حتى ثلاث لقطات، ايش الحالات اللي تبغى نشوف الحالات كيف من الخلل اللي حصل بعد اخراجك للغنام، شوف كيف الهدف الهدف الملغي للفريق الاتحادي من نفس الطرف كانت جهه ليسرى للنصر بعد غياب العبيد العلاوي وامامه الخلف اللي اعتقد انه تغيير خاطئ، وكان عندك اكثر من خيار، شوف جاء منها الفرصه الاولى للفريق الاتحادي في الشوط الثاني اللي هي الاخطر هدف ملغي بعد كذلك خطا ثاني او فرصه ثانيه بنفس الطريقه بنفس الجهه اللي كانت خلل لفريق الاتحادي اللي استغلها كاريلي بعد اخراج الغنام كذلك وادخاله للبيشي ورودريغو، شوف سعود عبد الحميد بدون اي رقابه كان مفترض من اسامه الخلف يكون في هذه الطريقه، او على الاقل لو كان وجود الغنام كان يمنع هذا التطور. الهدف الاخير او الهدف التعادل فريق الاتحادي من نفس الجهه خطا من اسامه الخلف من نفس الطريقه بنفس يعني الاليه اللي انتهجها او قدرها هورفات واستغلها كاريلي بتغييراته، فاعتقد ان التغييرات لهورفات هي من اعاده الاتحاد، كاريلي الابقاء على اكثر من لاعب لا يصنع التاثير او الاعتماد على تحولات هجوميه ما كان اللاعبين خط الهجوم لا فهد المولد كان في يومه او حتى رومارينو قبل الهدف ما كان في يومه او حتى كمارا ما كان في يومه من بدايه المباراه، فمفترض ان يكون بريغوفيتش هو الاساسي، اعتقد انه يصنع خطوره اكثر او على الاقل يكون محطه لعب يستند عليها المنظومه الهجوميه لفريق الاتحادي بشكل اكبر، مباراتين كمارا ما كان يصنع الاضافه ما كان يصنع او تصعد عليها المنظومه، اما لفريق النصر فاعتقد انه التنظيم الكبير بترابط خطوطه هو من صنع على التفوق وهو اللي اضر النصر في فترات سابقه، في اول الجولات كانت اخطاء فرديه في عمليه البناء هي من تصنع الخطوره على النصر، الاعتماد على علي الحسن مع بيتروس بيتروس شفناه امامه طيب. بالزياده الطوليه لتعوض الغيابات المهمه لفريق النصر في خط الهجوم. طيب سؤال، الجمهور الان الاتحاد موجهين انتقادات قويه لكاريلي، معاهم حق؟ لا اعتقد انك تحبط او تظلم كاريلي لما تقول كاريلي مو قيمه الاتحاد، كاريلي له دور كبير في تطور الاتحاد، صحيح الاتحاد هذا الموسم تطور على مستوى العناصر، تطور على مستوى تفوق العناصر الاجنبيه، وان كان نتكلم عن على الاقل 6 لاعبين مؤثرين على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الدوري، لكن الاتحاد اعتقد الخلل هجومي في بروغوفيتش ما اعطى العطاء الاكبر على مستوى التسجيل، وان كان تاثيره الفني التكتيكي للمنظومه بشكل اكبر واضح في كل المباريات او حتى كامارا البديل، نتكلم عن المهاجم الاساسي لفريق الاتحاد بروغوفيتش او حتى كامارا، كل واحد فيهم بعد انتهاء دور كامل سجل هدف وصنع هدف، هدف الاتحاد سجل 18 هدف 9 منها رومارينو اللي ما هو راس حرب رئيسي. بالله يعني مهاجم، بالله تخيل انك مهاجم جايبينك يعني ب 47,000 جنيه طيب مسجل جول في الدور الاول، يعني حتى انا المهاجم هذا بصرف النظر عن اللاعب اي لاعب لما تشوف المرايه كذا شو تقول لنفسك يعني؟ بتقول ايش؟ زرفناهم بالفلوس وزبطنا نفسنا ولا ايش؟
ايش المهاجم هذا اللي ما يسجل له جول؟ ممكن هذا المهاجم كان هداف في فتره سابقه في ناديه كان ولسه يعني لسه الكوره لا, لا 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 كانت الطريقه والاسلوب اللي ينتهجها ناديه هي من تتناسب مع اسلوبه وهي من اظهرت قوته. ولكن بروغوفيتش اعتقد انه يعتمد وذكرها كاريلي في فترات انه يعتمد على العرضيات اللي الاتحاد ما يعتمد عليها، طريقه واسلوب لعب الاتحاد تعتمد على التحولات الهجوميه. يعني اللي جابه اللي جابه ممكن في نكب الاتحاد لا اللي جابه اللي جابه ممكن في ذيك الفتره الطريقه والاسلوب تتناسب مع لعبه، ولكن مع كاريلي وذكرها كاريلي تحديدا انه لا يتناسب مع اسلوبه، وان كان حتى في قله اهدافه ولكن تاثيره واضح في مباريات كثيره شفنا كيف تاثيره للمنظومه بشكل عام او حتى عند تغييره كيف يكون فيها تراجع فريق الاتحادي. ولكن في المجمل اعتقد انه صحيح كاريلي له دور كبير في تطور فريق الاتحادي وان كان اخطا في بعض المباريات سواء مباراه اليوم او حتى مباريات سابقه تحديدا في الشوط الثاني. محمد الشيخ يعني اليوم النصر كان ماشي بمسيره مظفره 4 انتصارات وكان ممكن اليوم يصير الخامس ويعادل رقم الهلال في تحقيق 5 انتصارات متتاليه في الدوري، اليوم هذا التعادل في اعتقادك من سيتاثر اكثر في المباريات القادمه الاتحاد ولا النصر؟ اعتقد كل الفريقين حيتاثرون الا اذا كان يعتقد يعني البعض النصراويين اليوم مثال انهم قاب قوسين من اللحاق بالصداره، وهذا امر غريب جدا ممن يفكر بهذه الطريقه. ليه استنى لحظه ليه 4 انتصارات اليوم النصر لو فايز تعرف شو يصير؟ خامس وش بادي يا حبيبي الدوري ال 14 يختم الدور الاول الخامس هذا ممكن ينافس، شو ما ينافس؟ اليوم لو كانوا فازوا اليوم لو فاز النصر كان ممكن يكون عنده 23 نقطة، يعني بينه وبين الثاني 6 نقاط، ايش اللي ما الحق؟ الحق ولسه جميل. عندي مباراة مع الهلال في الدوري فايضا عندك 3 نقاط وراح تصير من الفارق يعني. الجولة العاشرة كان ترتيبه 15 ايوه يعني مش ممكن في 5 جولات هذا الكلام معهم حق يعني معهم حق يطمحون لان عندهم امكانيات اول خطواته يتقدم على اللي كان معاهم في المؤخرة ثم يدخل على خط منطقة الوسط وهذا هو الان دخل على منطقة الوسط. من يريد ان يفكر في ان النصر يعود الى المنافسة على اللقب معنى ذلك انه يستهدف الهلال، لا يعني ذلك أنه يستهدف مثلا التعاون أو يستهدف الشباب أو يستهدف مثلا الوحدة، لا يستهدف الهلال. المسافة اليوم بين النصر وبين الهلال تستدعي أمر معين، أن لا يخسر النصر مثل هذه النقاط وأن يسحب من اليوم من الدور هذا إلى نهاية الدور الثاني دون أي خسارة أو فقدان النقاط. بس هو النصر كان ماشي بالطريق عليك. هذا النصر كان ماشي جميل، لكن هذا دوري بما فيه من تشابك على مستوى المستويات وعلى مستوى النتائج، إلا ما يجي النصر يتعطل إلا في حالة واحدة أن نجلس نتصور أن النصر راح يتخطى كل الفرق. في المقابل لابد يكون عندنا تصور، لأن أنا أتكلم عن محمد الشيخ، رهاني مش على الاتحاد ولا على الشباب ولا على الأهلي في انتزاع اللقب، رهاني على الهلال أن يستطيع أن يزيح الهلال. معنى ذلك أنه يجب أن أتصور فقط النصر يفوز والهلال يتعثر حتى يصل النصر ثم يتجاوز. هذا سيناريو على الأقل بالنسبة لي لا أراه متصور، لأن القيمة الفنية للهلال في مقابل القيمة الفنية لبقية الفرق لا تسمح للهلال بأن يتعثر بما هم يتصورون أو ما البعض يتصور أن الهلال سيظل يتعثر بينما النصر سيظل يكسب. هذا تصور أعتقد غير وارد إلا في إطار بين قوسين المستحيل أو غير المتصور على الأقل. طيب خلينا نروح لنقطة نظام ونسمع رأي الجمهور وعطونا رأيكم بالله في كلام محمد الشيخ، أنا بدأت هالنصراويين أسخنهم عليه. شوفوا نقطة نظام ها استلموا لي هذا الرجال تكفون ها يعني ما يستاهل ضبطوه لا 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 هم يحبونه بعد حب عظيم ها قال إيش 4 انتصارات الفريق فايز فيها واليوم كان ممكن يكون الخامس ويقول يحلمون روح نقطة نظام أبو بدر كفاية والله كفاية النصر ينحر تحكيميا. طيب تقول ادعم الحكم السعودي، ليه متى ادعم الحكم السعودي؟ على حساب النادي؟ وتقولوا ليش السويكت يروح لرئيس اللجنة؟ لأن اللجنة للأسف سيئة يا ناس، يعني الحارس دفع واضح ما فيها أي كلام ويرجع للفار ولا يحسبها. أتمنى من رابطة الدوري المحترفين تعطي جائزة لأسوأ لاعب في الدوري.
طبعا بلا منازع يغرد لوحده وبدرس لاعب النصر ما فيها كلام. مساك الله بالخير يا ابو بدر، اتمنى من اداره النصر يشوفوا لنا حل مع نور الدين الرابط. خلاص الى هنا وقف حركه وبدون فائده ما نبي. هذا نزله في الشوط الثاني ضيع وقت يحافظ على النتيجه ممكن، لكن يلعب شوطين ما ينفع ولا خدم نادي النصر باي شيء. اسعد الله مساك يا ابو بدر، لمتى بترس؟ لمتى الاستفزاز في الملعب كذا؟ لمتى الحركات ذي الاستفزازيه؟ ما في لجنه انضباط توقف ذا اللاعب عند حده؟ وسط الجدل الخاص بالتحكيم، انا الان اتحاد كره القدم اعطى كل نادي 7 طواقم تحكيميه يختارهم، مضى الدور الاول خلصنا 15 جوله، باقي 15 جوله، حتى الان ما في الا ناديين اللي طلبوا، النصر طلب مباراه والفتح طلب مباراه. طب بقيت الانديه ليه ما تطلبون؟ تقول لك والله يا اخي 175,000 ريال، النادي اللي مو قادر يدفع 175,000 ريال عشان يحافظ بمعياره وبنظرته على عداله المباراه لا يجي طالب جمهور اقدر يسخن جمهوره، يعني المشجعين بعض المشجعين التحكيم. طب يا اخي اطلب مره، انا ما قلت لك اطلب 7، اطلب مره مرتين، واذا قربت الانديه واستهلكت 4 طواقم انا متاكد لو تقدمت الانديه بطلب لاتحاد كره القدم حيفتح العدد، حيرفعه من 7 ل10، بس كل نادي ما قاعد يصرف، وبعض الجمهور يقول يا اخي ما معهم فلوس، ترى 175,000 ريال، النادي اللي ما معه 175,000 ريال اي دوري بينافس فيه؟ يعني هذه ما تجي قد المكافآت اللي تدفعها لعيبتك، يعني ما في كل مباراة على الأقل 400-500,000 ريال مكافآت اللاعبين. عموما كابتن سمير عثمان، كم حالة عندنا لمباراة الاتحاد والنصر؟ كان عندنا 6 حالات، 6 حالات. طيب أجل خليني أروح الفاصل عشان الوقت يزبط معنا وارجع ونتكلم في حالات. كابتن فودة يجهز بس. أوكي. والفودة بعد يجهز؟ لا الله يجهز. 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 إيش معنى سمير؟ عشان الحالات مع بعض يا كابتن. أنت إذا جبتها مضبوطة حقول لك أوكي، ما هي مضبوطة هبرش لك. أنا على طول ما جيبها مضبوطة يا كابتن. طيب نشوف. يعجبني الدق اللي على ثقيل هذا. إيه واخذين بالكم أنتم معانا. عموما نروح لفاصل وبعد الفاصل الفيصلي يقابل الهلال في المجمعة والأهلي ينتظر زلة زرقاء. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. نروح مع كابتن سمير عثمان وناخذ معاه الحالات لمباراة الاتحاد والنصر. كم حالة ذكرني يا كابتن؟ 6 حالات يا كابتن وليد. هنبتديهم أدار المباراة الحكم خالد صلوي، بدر الشمراني، ومحمد العبكري، محمد إسماعيل حكم رابع، حكام الفيديو النهاردة كان محمد الحربي وفهد العمري. عندنا الحالة الأولى في الدقيقة 28، الحالة الأولى في الدقيقة 28 العنوان بتاعها لا توجد ركلة جزاء للاتحاد، ده عنوان الحالة الأولى. الكرة تصطدم بيد باتريس لكن إيده داخل جسمه، طبعا خلاص الناس بقت عارفة واللي بيسمعنا برضو يتخيل الموقف. الكرة معمولة بالعرض، خبطت في إيد اليمين لباتريس اللي هي داخل جوه الجسم، يبقى استمر اللعب، قرار الحكم سليم في الحالة الأولى. عندنا الحالة الثانية في الدقيقة 32 العنوان بتاعها ركلة جزاء للنصر غير محتسبة، العنوان ركلة جزاء للنصر غير محتسبة، هنشوف ليه. في ركلة ركنية اتلعبت، والركلة الركنية اتلعبت دي اما الكرة كانت خلاص اوريدي في اللعب وفي الهواء، هنلاقي حارس مرمى نادي الاتحاد مارسيلو عمل شيء غريب جدا، دفع رائد الغمدي بظهره، الدفعة دي والكرة في اللعب يبقى في ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، يتم احتساب ركلة جزاء. الغريب هنا ان خالد شاف ما شافش الكوره، فحكم الفيديو استدعاه محمد الحربي، طلع بره شاف الكوره، قعد جزء مثلا اقل من دقيقه ورجع تاني بالقرار. انا كنت متاكد بنسبه في 100% انها ركله جزاء ويرجع بالقرار السليم، بس فوجئت بصراحه انه امر باستمرار اللعب ودي ركله جزاء غير محتسبه. لا يمكن، لا يمكن يكون شافها كابتن سمير كذا وطنش. لا لا لا، بص هو ما شافهاش عنده اكيد الملعب. يعني في شيء بنى عليه قراره. ما انا هقول لحضرتك، هو ما شافهاش في الملعب بس في الفيديو شافها. ليه؟ كاميرا الفيديو اللي احنا شفناها في تقنيه البي اي ار هي اللي احنا شفناها، الدفع واضح جدا من مارسيلو. ليه ما شافهاش؟ هي دي بقى مشكله عنده هو في تقدير معين، انما ده دفع صريح بالعربي كده ركله جزاء سهله
لم يتم احتسابها للنصر. يسأل عنها خالد الصلوي، يعني اللجنة تقعد معاه وتقول لنا ايه الاعتبارات اللي خلتك ما تحتسبش كرة واضحة زي دي. طب خلنا ناخذ رأي، ابغى اخذ رأي كابتن فودة فيها. ركلة جزاء واضحة يا ابو بدر، والحكم ما شافه في الملعب، في تقنية الفيديو هي وضعت لمثل هذه الحالات. يعني انت كحكم ما شفتها، رحت لتقنية الفيديو واخذت وقت معين، واضحة ما تحتاج يعني نشرح فيها كثير، دفع واضح باليدين أثناء الكرة في الهواء بعد تنفيذ الركلة الركنية، فركلة الجزاء صحيحة. بس أنا قاعد أفكر، طب الحكم يعني مش معقولة هو شاف اللي انت شفتوه، يمكن هو أخذها من منطلق آخر. إيش هو؟ شوف الآن، لحظة نرجع 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 شوي نرجع شوي يا شباب. في كرة تتنفذ، حارس المرمى واقف في مكانه، واقف أمامه بالضبط مهاجم نادي النصر. اوكي نكمل بشكل هادئ، انا بشرح حاله، يعني بشرح فرضيه، مش بعطي راي قانوني. يبغى الرجل يتحرك، الرجل واقف له في مكان لا هو سامح له يشوف كويس، شوف بدا يتحرك معه، فجاه دفعوا عنه عشان يقدر يتحرك. مش يمكن هو فكر بالطريقه هذه؟ ليس من حق الحارس انه يدفع المهاجم، المهاجم لم يعمل لم يرتكب اي مخالفه، ولكن الحارس هو من ارتكب المخالفه. ما في قانون يمنع المهاجم انه يوقف في الموقف هذا، لكن انت تقوم بعمليه الدفع تعاقب. واضح، تفضل يا كابتن سمير. دي خلاص قلنا ركله جزاء للنصر لم يتم احتسابها. عندنا الحاله الثالثه كانت في الدقيقه 36، عنوانها لا توجد ركله جزاء للنصر. لما نشوف الكوره هنلاقي ايه، الكوره جت في ايه بطريقه غير متعمده، جت في لعيب الاتحاد العبود. هو كان بيعمل ايه بس عشان الناس برضو تبقى فاهمه؟ الراجل ده جاي بيلعب الكوره او بيسند الكوره، جت في ايده حتى لو مكبره الجسم، يستمر اللعب. يا سلام، كيف مره مكبره الجسم وتحسب له مره ما في؟ يا جننتونا. لا لا، احنا نشرح عشان بدر دول اللي بيتفرجوا يفهموا، والناس اللي بيسمعونا تبقى الدنيا سهله. دلوقتي انا لما بلعب بالكوره، اما بلعب الكوره وانا ايديا حتى لو خارج الجسم وجت في ايديا، يستمر اللعب. انما خلي بالك لو ارتداد. يعني ايه ارتداد؟ يعني واحد بيشوط الكره فيا راحت جت في ايديا وهي خارج بره الجسم، هنا اعاقب. نعيد تاني، في فرق بين اللعب والارتداد. هنا عندنا لاعب نادي الاتحاد بيحاول يوقف الكوره، يعني بيحاول يلعبها بالظبط زي ما لعبها، وايدي خارجه جت في ايده، يستمر اللعب. انما لو في واحد بيشوط في جسمه وجت في ايده، هنا يتم العقاب. وكان قرار طبعا خالد الصلوي هنا طبقا للقانون، طبعا يستمر لعبه، كان قرار سليم، لا توجد ركله جزاء للنصري. بقى عشان كابتن وليد ما يحصلش بس لبس في الموضوع ده، عشان الناس تبقى فاهماه ونبقى واضحه في كل الالعاب. لو انا بلعب الكوره، انا كمدافع بلعب الكوره وبلعبها او بوقفها، نعم، وايديا خارج بره الجسم وجت في ايديا، يستمر اللعب. انما لو مرتده في جسمي، في فرق بين اللعب والارتداد، لو مرتده من جسمي في ايديا اعاقب، طالما ايديا خرج بره الجسم. كابتن فود عندك تعقيب؟ لا لحظه، كابتن فود عندك تعقيب عليه؟ بالنسبه للحكم لم يعلن عن ركله جزاء، لان الكره ارتطمت بالجزء اللي هو مسموح اللعب فيه اللي هو تحت الابط. فالكره ارتطمت بتحت الابط اللاعب، وبالتالي لا توجد مخالفه في هذه اللعبه. لكن لو كان اصطدم طب في اليد، في اليد، اليد بهذا الجسم المكبر، ركله جزاء. ركلة لا 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 لا، الكلام الصح. لا دقيقه يا كابتن سمير، دقيقه يا كابتن سمير، لا معلش، لا اصل دي الحاله بتاعتي. دقيقه يا حبيبي الله يخليك، دقيقه 36. الكره اللي تكلمنا عنها، الحكم لم يعلن عن ركله جزاء لان الكره ارتطمت بالجزء الذراع اللي تحت الابط، فبالتالي لم يعلن عن ركله جزاء. عموما الكره اساسا ارتدت من جسم اللاعب الى الجزء اللي تحت كم القميص اللاعب نادي الاتحاد اللي هو تحت الابط، وبالتالي لا توجد مخالفه على مهاجم نادي الاتحاد في هذه اللعبه. تفضل كابتن سمير. لا ثانيه واحده، لو جت في ايده مفيش ركله جزاء. انا بعيد تاني، دي مش ارتطام يا جماعه، في فرق بين ارتطام ولعب، دي لعب مش ارتطام. ده واحد لعيب نادي الاتحاد جاي بيوقف الكوره ما عرفش يوقفها، جت في ايده، بقول لك مش كاتب، لو جت في كف ايده هيستمر اللعب. ده قانون، يعني اللي انا بشرحه ده قانون. اي بقى كابتن فودة عنده فكره ثانيه؟ لا ما عندي فكره ثانيه، بس هي الحاله اللي امامنا ان الكوره ارتطمت بالجزء اللي اسفل من الجسم يا كابتن سمير. لا 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 لا، انا هقول لك لو جت، لا تقول لي لا، الله يرضى عليك، الكوره واضحه تحت الجسم، تحت الابط. الكوره فين ترتدت؟ الكوره فين ترتدت؟ كابتن هي ما جتش على فكره في الجزء اللي فوق، هي اساسا ما جت باليد نهائيا. لا لا، جت في اليد. جات فين في اليد؟ تحت الابط، تحت الابط، الجزء اللي تحت الابط. لا دي مش تحت الابط، دي مش تحت الابط. لا لا عادي، الحالة امامنا. وقفها اذا سمحت، وقفها اذا سمحت. ارجع فريمين، ارجع فريم
ارجع فريم كمل بس وقفها هنا. هنا الجزء اللي تحت الهبط ارتدت من الجزء اللي تحت الهبط وبالتالي لا توجد مخالفة. طيب خلينا نكمل تفضل كابتن سمير. لا لا نرجع الكرة دي عشان دي كرة مهمة. انا بتكلم في قانون هنا مش بتكلم طبق ابط. الابط ده فوق رأس الكتف من هنا لهنا ضربت عشان اوضح للناس عشان انا كان نفسي انا ابعت معلومة صح. كابتن فودة من وجهة نظر معلومة تانية لا وجهة نظر القانون مو وجهة نظر بس انا ديليفري لا وانا وجهة نظر قانون انا بعمل ديليفري المعلومة. الكرة دي جاية في الجزء ده هنا ده لعب يستمر اللعب ده واضح. قانون واضح واضح. عندنا الحالة الرابعة تسلل والفار يلغي هدف الاتحاد. فعلا لما نيجي نشوف الكرة هنلاقي انه رومارينيو لاعب نادي الاتحاد بالقفزة بتاعته تداخل مع منافس اللي هو كان وراه عبد الله مادو. طبعا بعد الحكم ما احتسب الهدف هنلاقي هنا حكم الفيديو نادى حكم المباراة وقال له لا طبعا في رومارينيو هنا متداخل مع منافس. المنافس اللي وراه يا كابتن ده عبد الله مادو بوجود لعيب نادي الاتحاد يمنع لعيب نادي النصر طبعا يطلع يلعب الكرة في هنا تداخل مع منافس وبالتالي كان قرار الغاء الهدف سليم بوجود التسلل. عندنا الحالة الخامسة دي كانت في الدقيقة 85 العنوان بتاعها لا توجد ركلة جزاء للنصر. لا توجد ركلة جزاء للنصر ويوجد تحايل اللي هو السيميليشن وكان قرار خالد الصالو كان هنا ممتاز في الكرة دي لان هنا ان لعيب نادي النصر رايح بيعمل سيميليشن ويعمل تحايل على الحكم ده مش احتكاك بالرغم ان الاتحاد الدولي اللي بيقول لو في احتكاك ما تديش انذار بس هنا ده مش احتكاك ده هنا بيتروس بيدور على ركله جزاء. كان قرار خالد الصالو ممتاز ركله حره غير مباشره وانذار. بعد كده عندنا الحاله السادسه كانت في الدقيقه 93 وهدف نادي الاتحاد. اما نيجي نبص على هدف نادي الاتحاد هدف سليم ما فيهوش اي خطا من لعيب نادي الاتحاد. الكره كانت طولت من لعيب نادي النصر وحكم الفي ار اكد القرار لخالد الصلوي وكان قرار سليم باحتساب الهدف. دي كانت الحالات واهم حاله في الدقيقه 36 اللي هي حاله سهله اللي احنا قلنا عليها الكره لو اللعيب بيلعبها والكره مكربره الجسم يستمر اللعب تمام انما لو ارتطمت لا يبقى في مخالفه. شكرا لك كابتن سمير. تعليق اخير عندك موفايل؟ طبعا بالنسبه للحالات انتهينا منها لكن في حاله حقيقه في الدقيقه 6 نشاهد الحالة إذا سمحت في الدقيقة 6 كانت في مخالفة فضل. مخالفة على لاعب نادي الاتحاد الدقيقة 6 هنا في مخالفة على لاعب نادي الاتحاد مهاجم وبتهور الحكم أعلن عن المخالفة ولم يمنح البطاقة الصفراء. لاحظ الدعس أو المهاجم على قدم المنافس الدقيقة 6 هنا هنا عبد الله المالكي ارتكب مخالفة كانت تستوجب الإنذار في الدقيقة 6 اللاعب ارتكب مخالفة أخرى في الدقيقة 59 وحصل على بطاقة صفراء ثانية وبالتالي كان هذا اللاعب أن يستبعد من المباراة في الدقيقة 59 وهذه من أهم الحالات في المباراة. هنا ذكرت بطاقة صفراء ثانية كان عبد الله المالكي يطرد من المباراة في الدقيقة 59 من زمن المباراة. هذه الحالة الوحيدة اللي عندي حبيت أجيبها. شكرا لك كابتن فودة. خلينا نروح الفاصل وبعد الفاصل الوحدة يواجه الشباب والتعاون أمام ضمك ولع يا دوري. حياكم الله من جديد. اليوم وبعد معاناة بعد 9 جولات في الدوري و10 جولات تعتبر إذا أضفنا لها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الرائد لم يذق طعم الفوز. أخيرا أبو بندر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرائد أخيرا سمعت مبروك شهرين وشوي ألف مبروك فوز الرائد اليوم على الفتح بهدفين مقابل لا شيء. نيكوليتش عنده 3 أهداف فقط. محاولة للأمام محاولة سهلي لعب كورة خطيرة البركاوي أمام المرمى داخل ركلة جزاء الرائد على أن يتقدم يتقدم الرائد نعم يتقدم الرائد الكاميروني يسجل أول أهداف رائد التحدي. سعدان البركاوي وتقدم أرنود وبعد ذهابه إلى تقنية الفار هذه كرة ملعوبة
عز الدين دوخة أبعد الكرة، المحاولة وتسديدة عدت لصقر، عدت مرة ثانية، هذه سريعة سريعة، خلاص ينهي المباراة ينهي المباراة ينهي المباراة، يخلص الرائد يخلص الرائد، يخلص السهلي يخلص السهلي، يخلص مرة ثانية أمام الجول، يخلص السهلي، خلص رائد التحدي المباراة، خلص رائد التحدي المباراة، هو اللي أعطى الصافرة، هو بعد انطلق، شوف الكورة بعد وسط مطالبة بخطأ، لكن شوف السهلي انطلق، وشوف شوف عبد الله المقرن، شوف عبد الله المقرن راح وياه وقال له انا وياك انا المساند اعطيني اياها، بس خذها مره ثانيه يا سهلي، خذها يا سهلي، وانت اللي سجل، انت صاحب العطاء الكبير، انت من يستحق من يسجل، شوف ما بين الاثنين النقلات واحده اثنتين وراحت في الجول الثاني. فوز حلو، مبروك للرائد وهارد لك للفتح، والف مبروك لكل عشاق الرائد بالذات في القصيم. سلطان فوز بعد 9 جولات، بس الفتح برضو مسيرته ما هي عجبتني. حتى الفتح تعثر اخر 4 جولات لما يفوز، تكلم عن اخر 4 جولات الفتح مسجل فقط 2، حتى فتح ايش يعني فتره التعثر، والفتح غيابات باتنا على مستوى ايش الهجوم. اللي تغير في الرائد اليوم عشان يفوز؟ هل ضعف المنافس ولا الفريق صار فيه تغيرات؟ لا فيه. الفريق حتى في مباريات سابقه كان يخسر في اخر الدقائق باخطاء اغلبها فرديه وتحديدا على خط الدفاع، وكان الرائد على مستوى الهجوم لا يستثمر الفرص المحققة، أتكلم عن نيكوليتش ما استثمر في فترات سابقة أهداف محققة، أحمد الزين في فترات سابقة كان الفريق قادر على الفوز والتفوق لم يستثمرها، اليوم الاعتماد على السهلي واعتقد البركاوي كثنائي خط هجوم بالإضافة إلى الاعتماد على عقيل كظهير أيمن أعتقد أعطى توازن كبير لخط الدفاع الفريق الرائد، اللي أعتقد أنه قدم مباراة تكتيكية بمستوى عالي فيها صبر كبير، فيها لعب على إغلاق مناطق الخلفية والاعتماد على تحولات هجومية على الرغم من غياب أخطر نجوم فوزير، إلا أن الفريق أصبح في نجاعة هجومية أكبر ووصل للمرمى بعدد فرص أكبر. نعم. ما إعطاء الاستحواذ للفتح، اللي أعتقد الفتح لا زال يعاني على يعني عملية الاستثمار، يحتاج لاعب يستثمر الفرصة المحققة لهذا الفريق. اليوم أيضا تعادل أبها والقادسية بـ2 لكل منهم، المباراة جرت في أبها. كلود روماني كرة مرسولة لها بالرأس وكرة خطيرة جدا، لكن هنا جودوين خلص كرة، كل الأمور محتملة، كل الأمور مكعوبة وخطيرة جدا، ويا جول يا جول. المحاولة كانت من جانب حسن العمري، وبالتالي الأوفسايد الموجود خاصة في التحولات السريعة بالنسبة للفريق الغزاوي. رياض شرحيلي ينقل كرة في الجهة اليسار لمصلحة صالح العمري، صالح يحاول يمر، صالح يصوب كرة حلوة ملعوبة، هي جول الله فيصل مسرحي، هذا هو صالح، هذا هو صالح، الثقة والجرة هنا حاضر لصالح العمري، يضع الكرة في الزاوية الصعبة جدا زاحفة، لكن خروج موفق من حارس مرمى بقيمة عبد العالي محمد صاحب 28 سنة المغربي، لاعب اللي كان في كأس أمم أفريقيا. كارلوس ستراندبيرغ يتقدم، كارلوس انطلاقة ممتازة، سريع جدا، ينقل كرة لبوتوين، بوتوين يحاول أن يتقدم للأمام، ينقل كرة لصالح العمري، صالح يحاول يجرب، صالح يحاول يهيئ كرة، سعد بقير وهي جول جدا لفريق أبها، هذه الكرة التي تهيأ أمام المرمى، وبالتالي ممكن الكرة تذهب للفريق القدساوي، هدف أول 2-1، هذه الكرة هذه اللي كان فيها اشتراك أمام عبد الرحمن بركة وأمام ستانلي، وبالتالي كرة يلعبها حسن العمري بهذه الطريقة، ينطلق للأمام، تبديل موفق، رسال كرة في مكان جميل، أديسون يصوب كرة حلوة وكرة ترتد مرة ثانية، هي جول ثاني الأهداف، عود في المباراة صوب كرة قوية جدا باتجاه المرمى، بوتوين يوصل كرة لكرم برناوي، النقلة ممتازة للهداف 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 للهداف، عبد الله الحربي يقول اوفسايد، غير مرة ثانية في المنتصف، ينقل كرة في مكان خطير وكرة ملعوبة، ركلة جزاء أمام هداف الدوري، أمام الهداف الذي سجل 10 أهداف، كارلوس الله، إبراف فيصل، إبراف فيصل مسرحي ينجح في التصدي. هذه شعارها مالك نصيب تفوز، ها؟ مالك نصيب، واحدة فار، واحدة ركلة جزاء مهدرة، نقطة نظام.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير. سؤالي للكابتن سلطان الحياني والكابتن خالد القحطاني بحكم انهم يعني اشخاص فنيين، خلونا نتكلم عن النصر مع هورفارت. ما مدى تطوره مع هورفارت؟ والا ترون ان النصر بحاجه للتعاقد مع مدرب جديد؟ يا ابو بدر، سؤال استاذ حمد الشيخ، هل تتوقع بعد المباراه اليوم اقاله مدرب الاتفاق خالد العطوي؟ محمد الشيخ ما راح يتكلم عن الهلال حتى لو في اسوأ حالاته، معروف انه هلالي، ويقول انه اتفاقي، لكن لا. تعقيبا على كلام الاستاذ محمد الشيخ بخصوص صدارة الهلال وعودة النصر، كيف يقول انه لا يمكن للنصر او يحس انها مستحيلة عودة النصر او منافسته على الدوري، وانه لازم يتعثر الهلال؟ طيب اربع جولات متتالية الهلال متعثر فيها، يعني ممكن انه الهلال يتعثر والنصر يتصدر. سؤالي للأستاذ محمد الشيخ، هل هو مقتنع بمستوى الهلال؟ وشكرا لكم. عطنا إجابتك يا محمد الشيخ، حبايبك واجد. البعض قاعد يستحضر الآن أنه الهلال تعطل أربع مباريات في الدوري، وما ينسى أنه أيضا أو ينسى أن النصر تعطل ست مباريات، وبالتالي انت ليش احنا نقول الهلال خارج المتوقع ان يحدث ما حدث له؟ ايضا النصر ما حدث له في بدايه الدوري خارج المتوقع، النصر حيمضي ويمشي، لكن في متصور انه يتعثر، لكن اللي مو متصور انه الهلال يتعثر كل المباريات والنصر يفوز كل المباريات، حتمشي الامور بطبيعتها، الهلال بثقله والنصر بثقله، وحسيحسم الهلال من الان، اقول وقلتها قبل، سيحسم الهلال الدوري، ما يحدث الآن من اشتباكات سيفض مع دخولنا الدور الثاني، ستتبين الفوارق الفنية والقدرات بين الفرق. نقطة نظام أخيرة، يلا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. سؤالي للكابتن سلطان الحياني والكابتن أتابع وليد، ها؟ يستاهل. أتابع وليد وأتعشى وأنا مبسوط. الأهلي أحرزها في الدقائق الأخيرة، لكن عندي سؤال وليد، ليش أحسك يا وليد متحامل على العويس شوية؟ مساء الخير يا أبو بدر، سؤال لمحمد فودة، هل يحق لرئيس اللجنة أن يملي رأيه على الحكم بأنه لا يوجد بلنتي للنصر؟ يا أخ وليد، أتحداك عبر هالبرنامج تقول إذا أخطأ الحكم أكثر من مرة أنه يستبعد. أنت والأخ فودة شفت مباراة الاتحاد والنصر شلون؟ كل مباراة النصر ينحرم من بلنتي وبلنتيين، ليه متى؟ ليه ما يستبعد زي رأس النادي زي اللاعب وزي غيره؟ إذا أخطوا أبي جرأة منك. أخوكم متابع الدوري السعودي من ليبيا، حقيقة كثرها بيترس، والله كثرها يا خوليد، ما ترك لاعبين منافسين ولا لاعبين يلعبون وياه، ولا ترك حكام ولا ترك جماهير ولا ترك مدربين ولا مشرفين. طيب بنرد عليها على قد ما نقدر. خالد القحطاني، نشوف معنا مباريات بكرة، عندنا التعاون وضمك والوحدة والشباب والفيصلي والهلال. هي أقرب للتعاون أقرب للشباب، ولكن مباراة الهلال وبدر ممكن نتائج الفيصلي تكون مغرية لبعض الجمهور، لكن ترى الفيصلي نادي متطور جدا، تحديدا مباراة الشباب كان نادي صعب جدا، وأعتقد أن الهلال بيعاني من بعض الغيابات غدا، أهمها الكابتن لوسيانو فيتو اللي سجل في المباراة الماضية، لكن المباراة اللي مثل هذه إذا لم يعني تحصل على نقاطها فإنك صعب على تحصل صدارة الدوري. طيب كابتن سلطان، بالنسبة للتعاون وضمك أقرب للتعاون بحكم الفريق يصير بمنهجية واضحة وخط دفاع مميز بعكس اسم ضمك. بالنسبة للفيصل والهلال أعتقد المباراة أقرب للهلال، غيابات الفيصل المؤثرة، تكلم عن سلفة ومحمد قاسم على مستوى الدفاع، والهلال في تطور بعد عودة لاعبين المصابين، فأعتقد أنه أصبح أكمل. الوحدة والشباب، غياب بوتي على الوحدة يغيب معه تنظيم دفاعي للشباب، والتطور اللي حصل فيه أعتقد له الأفضلية، ولكن للوحدة بتنظيمه الدفاعي اللي أعتقد كان يقوم على بوتي هو من يعني ما يفتقد المباراة. في أسئلة الجمهور كانت بالنسبة على النصر ومدربه الجديد وكيف التطور اللي حصل، بالتأكيد النصر مدرب جديد هو الأهم، إن إدارة النصر هذا المدرب يعيش في النادي
بالفئات السنيه وعارف اوضاع النصر وعارف حتى لاعبين النصر وعلى درايه كبيره بكل مستوى لاعبين النصر. فبالتاكيد التطور اللي حصل هو مبني على عمل فيتوريا، ولكن تطور على مستوى التنظيم الدفاعي، تطور على مستوى ترابط الخطوط، تطور على مستوى توظيف اللاعبين وتحديدا علي الحسن وخالد الغنام. يعطيك العافيه، شكرا خالد. كابتن سلطان العفو. كابتن سمير عثمان شكرا لك. شكرا كابتن وليد، يعطيك العافيه. ابو فهد كان عندك حالة في مباراة الرايد والفتح. ايوه، كانت في دقيقة 52. نعم. الحكم اعلن عن مخالفة ومنح اللاعب بطاقة صفراء، وبعد البطاقة الصفراء لاحظ ماذا فعل لاعب نادي الفتح. هنا نشاهد الحالة، قام بعملية ركل بعد الاعلان عن المخالفة، وبالتالي كان مفترض انه يطرد اللاعب. لاحظ الان ما يكون جلا ولا لا ضاربه، شاته من الخلف. طبعا هذه كان حكم الفيديو كان مفترض انه يستدعيه ويستبعد اللاعب من المباراه. طيب شافها هنا الحكم، راح شافها. كان طيب في سؤال المشاهد كان موجه لك في نقطه نظام. رئيس لجنه الحكام ليس من حقه لا رئيس لجنه الحكام ولا مقيم الحكام انه يدي قرار الحكم بموجب الماده الخامسه من قانون اللعبه. حكم المباراه هو من يتخذ القرار جميعا في المباراه. شكرا لك. شكرا لك محمد الشيخ. شكرا مبدر لك وللزملاء والمتابعين. اليوم بعد فوز الاهلي على الاتفاق في الدمام فرحة كبيرة كانت لبعض من جماهير الأهلي اللي تم دعوتهم لحضور المباراة. الشغل اللقطات حتى يلا يا شباب عشان الوقت. شوف هذه قاعد يغنون لرئيس الأهلي عبد الله مؤمن، اسمعها. يومك يا بطل يا محمد، واليوم يومك يا بطل يا أبو محمد، يا أبو محمد يا أبو محمد، اليوم يومك يا بطل يا أبو محمد. حبيبي والله الله يوفقك جاي احسن ان شاء الله. يعطيك العافيه، بيض وجهك. الله يوفقك، احنا وراك يا محمد. الله يسعدك ابو المدافع الان. ابو محمد بيض وجهك، بيض وجهك. تسلم ابو المدافع ابو محمد. مبروك يا رئيس. بالعمري متى ابو محمد؟ الله يستاهل عبد الله مؤمن ومجلس ادارته والشباب اللي معاه، الله يعطيهم العافيه. يمسكوا الاهلي في فتره من اصعب الفترات. شكرا خالد القحطاني. شكرا جزيلا لكم. سرينا سرينا. تصبحون على الف خير.